بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 83 بعد 182. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع الجميع بهذا اللقاء. نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال الذي طلب شرح هذه الآية في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. الآية يقول بارك الله فيكم، أريد شرحا لهذه الآية. محمد صالح من جدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة فيها بيان حد المحاربين، وهم قطاع الطرق الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان ويغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. فهؤلاء جاء حدهم في هذه الآية الكريمة، وأنه يتنوع بحسب جرائمهم. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فإذا أخذوا المال وقتلوا فإنهم يقتلون حتما ويصلبون على الخشب حتى يشتهروا، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال فإنهم يقتلون قصاصا ولا يصلبون، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا إنها تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى من خلاف. وإذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وإنما أخافوا الطريق فقط فإنهم ينفون من الأرض ويطردون من البلاد ولا يتركون يأون إلى بلد أو ينفوا من الأرض. فهذه الآية جاءت بهذا الحد وتنويعه بحسب الجرائم، وذلك حفظا للأمن، فإن حفظ الأمن هو أحد الضرورات الخمس. نعم. بارك الله فيكم. أثر إقامة هذه الحدود الشرعية في توطيد الأمن وعلى المستوى الفردي والمجتمع؟ بلا شك، إقامة الحدود الشرعية رحمة بالناس وعمارة للأرض وحفظ للأمن. قال صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. ذلك لأن إقامة الحدود تردع المجرمين، تحفظ الأمن، تجعل الناس مطمئنين في أسفارهم وفي بيوتهم وفي تقلباتهم. فهذه الحدود رحمة، فهي تحفظ الدين ذلك بقتل المرتد، وتحفظ النفس ذلك بقتل القاتل قصاصا، وتحفظ المال وذلك بقطع يد السارق، تحفظ الأمن وذلك بإقامة حد المحاربين، وتحفظ الأعراض وذلك بإقامة حد الزنا، أي رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، وتحفظ الأعراض وذلك بحد القذف، إقامة حد القذف. نعم. نعم، بارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة باعثها الأخ أبو عثمان عز الدين سوداني، يقول بارك الله فيكم: حديث الديوث هو الذي يقر الخبث أو الخبث في أهله، ما هو هذا الخبث؟ وهل يدخل فيه تبرج نسائه ودخول الرجال الأجانب عليهن؟ الخبث المراد به الزنا والعياذ بالله، الذي يرى امرأته على الوقوع في الفاحشة ويتركها، هذا هو الديوث الذي يقر السوء في أهله. والله جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا، فنهى عن الوسائل التي تفضي إلى الزنا، وذلك بتبرج النساء، هذا وسيلة إلى الزنا. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والمراد بالتبرج إظهار الزينة سواء بالثياب أو إظهار مفاتح
باطن الجسم أو غير ذلك. وكذلك منع الاختلاط بين الرجال والنساء، هذا منع لوسيلة الزنا، لأن الاختلاط يسبب الزنا. وكذلك منع الخلوة للمرأة بدون مع غير محرمها، خلو المرأة مع غير محرمها هذا خلوة. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني هو أشد. وقال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وكذلك منع سفر المرأة بدون محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، يجري أن يصونها ويقوم بشؤونها ويحميها من ذئاب البشر والطامعين، محرمها يصونها ويحميها ويقوم بحاجتها إذا احتاجت إلى خدمة، فهو صيانة لها وحصن لها. لذلك حرم الله سفر المرأة بدون محرم. وأيضا غض البصر، لأن إطلاق البصر والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من النساء السافرات والنظر إلى ما يجر إلى الفتنة من المظاهر السيئة. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأمر بالحجاب: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، يعني الوجوه والأكف والأقدام، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. كل هذه سد الوسائل الزنا، لأن الزنا خطير مهلك. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر أبو عثمان يقول: ما حكم إلقاء الدروس في محل تجمع أهل الميت للعزاء، وما حكم حضور طلاب العلم لهذه العزاءات؟ تجمع أهل الميت هذا بدعة، لا يتجمعون. وكونه يجعل محل للعزاء ويعلن عنه يتجمعون وتعمل ولايم 3 أيام وتترك الأعمال، هذا كله من الابتداع، وهذا يظهر الجزع على الميت أيضا، عدم الصبر. العزاء ما يحتاج إلى هذا كله، العزاء كلمات تقال للمصاب حينما تلتقي به أو تتصل به: حسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، وهذا يكفي والحمد لله. فيه دعاء للحي ودعاء للميت، ولا حاجة إلى هذه التكاليف وهذه الآثار والأغلال التي أحدثوها بمناسبة العزاء. نعم. والوعظ عند الدفن؟ الوعظ عند الدفن هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة لسبب، وهو أنهم جاءوا القبر لم يجهز، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه ينتظرون تجهيز القبر، فانتهز صلى الله عليه وسلم الفرصة ووعظ أصحابه. فإذا كان هذا لسبب فلا مانع. الواجب المبادرة بدفن الميت والاشتغال بذلك والوقوف على قبره بعد الدفن يستغفر له ويسأل له التثبيت، هذا هو المطلوب. أما الموعظة لها مجال آخر، تكون في المساجد، تكون في مجالس الناس، في الأماكن التي يجتمعون فيها لمناسبة من المناسبات. أما الدفن ما ورد أن الرسول يفعل هذا إلا مرة واحدة ولسبب، وما كان السلف يفعلون هذا. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل رمز لاسمه بصاد ميم التميمي من الرياض، يقول: في قول الله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل هذا المعنى يدل على الحرية؟ نسأل الله العافية. الحرية في إيش؟ حرية في العقيدة كما يقولون، حرية في الدين؟ لا، أنت عبد لله. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادتك لله مصلحتها لك، وهي عز لك وتحرر من عبودية الهوى، من عبودية الشهوات، من عبودية الاتباع للناس والذلة للناس. عبودية الله فيها الحرية الصحيحة. وأما قوله تعالى: وقل الحق من ربك، السائل ما جاب الآية، قل الحق من ربك، فمن شاء
فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار اللون فيها من أساور من ذهب. الله ذكر هذا الأمر يسمى أمر التهديد، ما هو أمر التخيير، أمر التهديد، بدليل أنه ذكر الوعيد في حق الكافر والجزاء الطيب في حق المؤمن، فدل على أن هذا ليس للتخيير، إنما يقول هذا إما جاهل وإما مغرض وملحد يريد أن يفسر كلام الله بغير معناه ويريد أن الناس يتحررون من عبودية الله عز وجل إلى عبودية الطاغوت وعبودية الأصنام والأشجار والأحجار والأضرحة وغير ذلك. نعم. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر يسأل، يقول يسأل عن حفظكم الله عن حكم الرهن وما هو الرهن، وعن حكم انتفاع المرتهن بالرهن، وهل يجوز للإنسان الذي ليس لديه بيت أن يبحث عن بيت يرتهنه من مالكه مقابل قرض وينتفع بسكناه إلى أجل السداد؟ الرهن توثيق، توثيق في البيع، قال جل وعلا فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالدين يوثق أولا بالكتابة إذا تيسر، فإذا لم يكن هناك كتابة فإنه تؤخذ الرهون لأجل التوثيق، ومنفعة الرهن لصاحبه، ليست مصلحة الرهن للمرتهن إلا إذا أنفق على الرهن، إذا أنفق على الرهن بأن أعلف الدابة، قال صلى الله عليه وسلم الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني لبن الدابة يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، فإذا كان ينفق على الدابة فلا بأس أن يركبها وأن ينتفع بها في مقابل ما أنفق عليه. وأما أن ينتفع بالرهن بدون إذن الراهن لها هذا لا يجوز، منفعة الرهن للراهن لصاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه عليه غرمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا راهن وهو صاحب المال، وعندنا مرتهن وهو صاحب الدين، فلا ينتفع من المرتهن لا ينتفع من الرهن إلا بإذن الراهن أو إذا أنفق عليه، والظهر يركب إذا بنفقته إذا كان مرهونا، أي ينتفع بركوبه إذا كان ينفق عليه أو بحلبه إذا كان يحلب وهو ينفق عليه. نعم. بارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر يقول هل من حلف يمينا وعاهد الله سبحانه وتعالى ألا يرتكب معصية ثم حاول أن يأتيها ولكن لم يأتيها بل صرفه الله عنها، هل تلزمه الكفارة؟ لا، ما دام ما فعلها أو حلف لا يفعلها، ما لو حلف لا ينويها إنه إذا نواهته تلزمه الكفارة، لكن هو حلف على ألا يأتيها ولم يأتيها والحمد لله. نعم. سؤاله الآخر يقول من نوى صيام القضاء وقال في نفسه أنه إذا اضطر إلى قطع هذا الصيام فإنه سوف يقطعه ولكنه لم يقطع هذا الصيام واستمر، هل يعتبر قضاء؟ هذا ما يحتاج إلى أن يقول إن اضطر، يصوم ويجزم بالصيام، فإذا عرض له عارض ضروري وخشي الهلاك إذا لم يتم الصيام، خشي الهلاك بعطش أو بجوع، فإنه يقطعه ولو لم يشترط. أما أن يقطعه بدون عذر شرعي فهذا لا يجوز، حرام، من دخل في فرض موسع حرم قطعه. نعم. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر وهو ميم صاد اليحيى يقول ما هي أوصاف الزوجة الصالحة؟ صالحة في دينها، صالحة في تعاملها مع الزوج، صالحة في تعاملها مع أهل الزوج، الصلاح يشمل كل أنواع الخير. نعم. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر يقول هل المصاب بالوسواس إذا قطع نية الوضوء والصلاة لا تنقطع؟ لا، الوسواس لا يعمل به، الوسواس لا يعمل به لأنه بغير اختيار الإنسان وهو من الشيطان، ولذلك يسمي في بداية الوضوء ليطرد الشيطان ويستعيذ بالله من الشيطان في بداية الصلاة، الذكر حصن من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول عندنا امرأة كبيرة في السن إذا أقامت للصلاة أو كبرت في الصلاة يظهر عليها بعض الحركات مثل الالتفات يمينا أو يسارا أو الحديث، لماذا تنصحوننا تجاهها؟ بارك الله فيكم. أما الالتفات بالرأس فهذا يكره واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفات الثعلب، يقبل على صلاته، لكن لو حصل أنه التفت فإنه لا يؤثر هذا في صلاته لأنه فعل مكروها، أو كان الالتفات لحاجة
الحاجة فلا بأس يلتفت للحاجة ولا حرج عليه. وأما الحديث تتحدث في الصلاة لكبر سنها يحرم الكلام في الصلاة، يحرم الكلام، قوموا لله قانتين، كانوا يتكلمون في الصلاة في أول الإسلام ثم نهوا عن ذلك لما نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فالكلام إذا كان متعمدا يبطل الصلاة، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو كبير السن ولا ينضبط فهذا يعذر، يوجد العذر في كلامه. نعم أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، السائل يقول ما حكم صلاة ركعتي تحية المسجد عندما يدخل الرجل المسجد في أوقات النهي وما هي أوقات النهي؟ منهي عن الصلاة في الأوقات المعينة في الحديث من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، ومن وقت قيام الشمس في وسط السماء إلى أن تزول، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذه الأوقات منهي عن صلاة النافلة فيها. اختلفوا في ذوات الأسباب إذا وجدت في وقت النهي، مثل تحية المسجد فإن سببها دخول المسجد للجلوس فيه، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قدم حديث النهي فمنع منها، بعضهم قدم حديث الأمر بصلاة تحية المسجد فأذن فيها، والمسألة اجتهادية، ولا ينكر على من فعلها ولا ينكر على من تركها، لأن كلا معه دليل. نعم بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، فيما خلا من الوقت أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.